أهلا بكم لأخبار الرياضة. البداية من محلياتنا، حيث كنا قد تناولنا يوم الأمس خبر فوز فريق رامسبور ببطولة الشهيد أحمد سويدان بمدينة كلسة تركيا. نتابع هذا الفيديو لأهم لقطات المباراة النهائية أمس بين فريقي العاصفة ورامسبور. في أمم آسيا تلقى منتخب الإمارات هزيمته في الوقت القاتل على نظيره الإيراني وبهدف نظيف في ختام منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الآسيوية والتي تقام حاليا في أستراليا. سجل هدف الفوز رضا قوجان في الدقيقة 91 من ضربة رأس وسط مطالبات من لاعبي الإمارات بإلغائه بداعي التسلل، وفرط الأبيض الإماراتي بالصدارة التي ذهبت لنظيره الإيراني صاحب 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الإمارات عند 6 نقاط، وصعد الفريقان سويا لدور الثمانية بالبطولة القارية بانتظار المتأهلين من المجموعة الرابعة. وفي لقاء وداعي لا أكثر حققت البحرين فوزا معنويا على قطر وبهدفين لهدف وخرج سويا من البطولة. أكد الإنجليزي راي ويلكنز مدرب الأردن أن منتخبه يتمسك بطموحاته للترشح للدور الثاني وبقوة من نهائيات آسيا، حيث يلتقي النشامى مع اليابان بعد حوالي ساعة من الآن في ختام لقاءات المجموعة الرابعة. واعتبر ويلكنز أن فرصة التأهل قائمة إذا ما حقق النشامى النتيجة الإيجابية أمام نظيره الياباني. وقال المساعد السابق في تشيلسي الإنجليزي بالمؤتمر الصحفي: تنتظرنا مباراة قوية فعلا ولا ننكر ذلك أبدا، ولكننا عازمون على تقديم مستوى جيد يتيح لنا الفوز وبالتالي خطف إحدى بطاقتي الترشح للدور الثاني. حسابات المجموعة مختلطة ولا شيء غير نتيجة الفوز قد يمنحنا التأهل. أما المكسيكي خافيير أغيري مدرب اليابان فقال أنه يحترم خصمه وأنه يريد الفوز لحسم التأهل بشكل رسمي. وفي نفس التوقيت تلعب العراق أمام فلسطين سعية للانتصار وانتظار نتيجة المواجهات الأخرى. إلى إفريقيا، عقب منتخب الجزائر منافسه جنوب إفريقيا في الشوط الثاني ليفوز عليه ب3 أهداف لهدف في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية المقامة في غينيا الاستوائية. وبعد شوط أول سلبي تعملق فيه راي سمبولحي حارس الجزائر، افتتح البافانا بافانا التسجيل عن طريق تولو فالا عقب مرور 6 دقائق من الشوط الثاني. بعدها بدقيقتين فقط حصل جنوب إفريقيا على ركلة جزاء احتسبت بعدما عرقل عيسى ماندي لاعب الخضر منافسه تيكيلو رانتي في المنطقة، لكن الأخير سددها بالعارضة لتذهب خارج المرمى. ونشط منتخب الجزائر لقلب الأمور وتحقق له ما أراد حينما لعب ياسين إبراهيمي كرة من ناحية اليسار غلطت أحد مدافعي جنوب إفريقيا الذي سجل بالخطأ في مرماه، ومن ثم توغل فوز الغلام بطريقة رائعة مضيفا 2 أهداف محاربي الصحراء. واختتم إسلام سليماني الثلاثية قبل 7 دقائق من النهاية. وكان البديل موسى السو سجل هدفا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود السنغال لفوز مستحق وبهدفين لهدف على غانا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة في وقت سابق من يوم الأمس. في إنجلترا صرح جوزيه مورينيو أن اهتمامه منصب على مباراة تشيلسي عندما يحل ضيفا على ليفربول هذا المساء في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فيما يعد خطوته الأولى على الطريق نحو إحرازه كأسه الأول لهذا الموسم. وقال مورينيو: عادة ما تكون مباراتنا التالية هي مباراتنا الأهم، وهذه المباراة ستكون في انتظارنا عندما تصبح بطولة كأس رابطة المحترفين هي أهم بطولة بالنسبة لنا، الأمر بهذه البساطة. وتجمع مواجهة الليلة بين 2 من أكثر الفرق نجاحا في بطولة الكأس الثانية بإنجلترا، حيث سبق لليفربول أن أحرز لقب كأس رابطة المحترفين 8 مرات في رقم قياسي في البطولة كان أحدثها قبل 3 أعوام.
أما تشيلسي فهو أحد أربعة فرق تحتل المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق فوزاً بلقب الكابيتال ون برصيد أربعة ألقاب كان آخرها بالنسبة للنادي اللندني في العام 2007. وبينما يتربع تشيلسي على قمة ترتيب الدوري الممتاز لهذا الموسم منذ بدايته، فقد بدأ ليفربول يستعيد توازنه من جديد بعد بداية هزيلة للموسم. في الوقت الذي بدأت فيه أحوال ليفربول تتحسن على أرض الواقع، يرى مدربه الأيرلندي برايدن روجرز أن الأمور يمكنها أن تتحسن بشكل أكبر. نبقى في إنجلترا، هل تصدقون لو قلنا لكم أن السير أليكس فيرغسون ظهر على مدرجات استاد الاتحاد لمساندة مانشستر سيتي أمام أرسنال في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم؟ لا أحد يعتقد ذلك، لكن الصورة التالية بثت القشعريرة في نفوس جمهور مانشستر يونايتد. ظهر رجل في الخمسينيات من عمره وهو يرتدي سترة خاصة بمانشستر سيتي بانتظار مباراة أرسنال. هذا الرجل يشبه إلى حد كبير مدرب مانشستر يونايتد السابق. قام أحد الموجودين بالملعب بالتقاط صورة للرجل ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لتثير بلبلة وضحكات أنصار الشياطين الحمر في وقت واحد. ونبقى مع الشخصيات الشبيهة، حيث نشرت صحيفة دويلي ميل نشرت صورة لطفل يلتقط سيلفي مع لويس فان غال. والملفت في الأمر أن هذا الطفل يشبه كثيرا المدرب الهولندي سواء من حيث امتلاك بعض الوزن الزائد أو لون الوجه، الأمر الذي جعل دويلي ميل تقول أن لويس فان غال يلتقط صورة مع مشجع سيظهر معه كأنه التقط الصورة مع نفسه. بعيدا عن كرة القدم، مني المنتخب المصري بخسارته الأولى في بطولة العالم 24 لكرة اليد للرجال والمقامة بقطر بعد أن خسر أمام فرنسا بفارق 4 أهداف وب28 هدفا ل24 ليحقق الفريق انتصاره الثاني في البطولة. وتراجع المنتخب المصري للمركز الثالث بنقطتين بفارق الأهداف أمام أيسلندا، فيما يبقى رصيد منتخبي التشيك والجزائر من دون نقاط مع تفوق الأول بفارق الأهداف. وفي آخر مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة، عوض المنتخب الدنماركي المرشح لللقب عوض تعادله في مباراته الأولى أمام الأرجنتين وحقق فوزا سهلا على السعودية وبفارق 20 هدفا ب38 ل18. في المقابل انهارت الجزائر بطلة إفريقيا في الشوط الثاني وخسرت أمام أيسلندا ب32 هدفا ل24 وتلقت هزيمتها الثانية في مونديال اليد. وكان الفريق الجزائري الذي مني بهزيمة ثقيلة أمام مصر بفارق 14 هدفا في مباراته الأولى قد أنهى الشوط الأول متقدما بفارق هدف، لكنه لم يستطع الحفاظ على تفوقه في النصف الثاني. المزيد من أخبار الرياضة وتصريحات المدربين في سياق التقرير التالي. بداية جولتنا مع تصريحات الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، وجاءت التصريحات ما بين الاعتذار والإشادة لجماهير النادي. فالاعتذار بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا على يد الغريم أتلتيكو مدريد، أما الإشادة فكانت بعد الفوز الكبير الذي حققه الميرينغي على ختافي بثلاثية بيضاء، حيث وجه أنشيلوتي الشكر للاعبيه عقب تجاوزهم للفترة السيئة التي تلت تجريدهم من لقب الكأس. كما أضاف المدرب الإيطالي أنه سيركز الآن على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه من الضروري تتابع الفوز بالمباريات القادمة ليستعيد الفريق توازنه مع بداية متعثرة مطلع العام الجديد. أما برشلونة فإنه يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أتلتيكو في دور الثمانية بمسابقة كأس الملك الأسبوع المقبل، بعدما تأهل بفضل انتصاره الساحق على إلتشي ب4 أهداف مقابل لا شيء. ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد متصدر الليغا. ننتقل إلى حديث جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي عن طريقته لصناعة التاريخ. وقال المدرب البرتغالي: لا تاريخ بدون تحقيق الألقاب، لا أحد سيذكرنا لو لم نفوز بشيء. وأضاف سبيشال وان: هذا الفريق شاب ولديه سنوات للفوز بالألقاب، لكننا سنحاول البدء بذلك هذا الموسم. مورينيو رفض الحديث عن الفترة الصعبة التي عاشها الفريق سابقا، مؤكدا أن المعاناة في بعض المراحل جزء من طريق الأبطال. يذكر أن تشيلسي استعاد الصدارة بفارق مريح عن مانشستر سيتي حيث يبتعد عنه الآن ب5 نقاط.
ونختتم جولتنا من عالم التنس، حيث بدأ الإسباني رافائيل نادال مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة بثقة بعدما اكتسح الروسي المخضرم ميخائيل يوجني بثلاث مجموعات نظيفة ليصعد إلى الدور الثاني. وحصد نادال العديد من النقاط المباشرة من كافة أرجاء الملعب ليحسم اللقاء لصالحه في أقل من ساعتين. وقال نادال البالغ من العمر 28 عاما للصحفيين: إنها نتيجة إيجابية للغاية. في أي بطولة يكون لديك شكوك قبل المباراة الأولى، خاصة في ظل الظروف التي حضرت فيها إلى هنا. وأضاف بطل الملاعب الترابية: الآن كل مباراة تعد مهمة للغاية بالنسبة لي، حققت فوزا مريحا منحني بعض الثقة. هذا وسيلاقي نادال الذي خسر نهائي البطولة العام الماضي أمام السويسري ستانسلاس فافرينكا، سيلاقي في الدورة التالية الأمريكي تيم سيمتشيك الذي فاز على الأسترالي لوكسافيل بثلاث مجموعات نظيفة أيضا. أعود بكم الآن إلى هناء وندال لاستكمال مشوار جولة الصباح، تفضلوا. شكرا يا معن. شكرا إلى العافية.